جينا من مدينة سلا، جينا باش نشاركوا في هالتظاهرات الماراثون مراكش الكبير، وفرحانين بزاف هالتظاهرة هذه، وكنتمنوا الخير إن شاء الله الرحمن الرحيم للجميع. احنا فرحانين بالمشاركة اليوم في السمي ماراثون إن شاء الله مراكش، ونتمناو يدوز كل شيء بخير وعلى خير، وحنا مستعدين بما في الكفاية، وفيف مراكش، فيف لو ماروك. Hi everybody, we are from Poland. We came here to run half marathon and I wish everybody the best. Go to finish. Bye. Hadi, en fait, l'association Ronde de course de l'espoir, qui est une association en fait qui court pour les enfants handicapés, les enfants à besoins spécifiques. L'objectif en fait de l'exercice, c'est d'attirer l'attention de le regard de l'autre par rapport en fait à des enfants spécifiques et en fait d'apporter la joie pour ces enfants-là et de partager avec eux le plaisir de la course à pied. Donc c'est en fait une façon de sortir les enfants et leurs parents de leur isolement. Assalamu alaikum, je m'appelle Adam Samara et je suis dans le marathon de Palestine et tahia Palestine et la Hurriya et le Maghreb. Yalla! المشاركة الثانية لي إن شاء الله في هذا الماراثون، نتمنى إن شاء الله يبدو في واحد الجو رياضي زوين، وأنا فرحان جدا بزاف، فرحان بزاف بزاف بزاف، وكنشكر الجميع على هذه الاستضافة اللي استضفتونا فيها، وكنشكر كذلك المنظمين، وكذلك كنشكر جميع الأعدائين المشاركين في هذه التظاهرة. أنا بالنسبة لي هذه أول مشاركة، المهم كنتمناو الأمور تجري في واحد الجو زوين، جو رياضي، وهذا الشيء اللي كيبان من خلال هذا الشيء اللي كاين دابا كيبان بانه جو رياضي. كنشكروا اللجنه المنظمه وشكرا جزيلا. سو مسيو لا نا جامي فيزيتي الماروك، دونك اجوردي لا فيزيتي. موا نو بلو. لو اوبسي، دونك يديكوفر. لو مسيو، فني مسيو. فوالا، مرحبا، فوالا، اون توس لا مدام. فوالا. اي فيف لو ماروك مدام. ميرسي. فيف مراكش. برافو بور لاكيو. فوالا، فوالا. برافو بور لاكيو، اون فا رفنير. اون فا رفنير لا بروشين ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.